إلا ظنيتي أن لاصال هو التمرين راك غلط، لاصال أسلوب حياة. ما كتجيش شي حاجة بالصدفة ولا بالحظ، كلشي محسوب ومنظم. القصة كلها في الصبر والاستمرار. السلام عليكم الخوت، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وبخير. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا الخوت، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وتابوناو معنا. اللي ما ابونيش ابوني ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد، وشجعونا باللايك باش دائما نبقاو نجيبوا لكم الجديد. اليوم ان شاء الله غتكون عندنا موضوع ديال واحد الوجبه قبل النوم، اسرع وجبه لزياده الوزن. الناس اللي بغاو لاماص الخوت غيبقاو معنا حتى الاخر. الوجبه ان شاء الله غتعجب لكم بزاف. غنمشيو نتلاقاو في الكوزينه، راه غنيه بالكالوري، فيها علين 1500 كالوري في الوجبه واحده قبل النوم. يلا الكوزينه. 12 seconds later. الخوت احنا في الكوزينه، المهم غنحتاجو واحد 200 غرام ديال الرز مطبوخه وبارده، تخليها تبرد. وغنحتاجو هنا 100 غرام ديال الزبيب، 50 غرام ديال القرقع ولا اللوز ولا كاوكاو. مهم ضروري الدهون الصحيه، واحد السورس ديال الدهون الصحيه. وعندنا هنا الشيه ولا زريعه الكتان، الشيه وزريعه الكتان علين المفعول ديالهم بحال. وعندنا هنا بنانه والقرفه، القرفه بطبيعه الحال مطحونه، هذيك غير زوقنا بها. القرفه خاصها تكون مطحونه، وجوج دانون على حسب المذاق اللي بغيتو نتوما. انا جبت اناناس، يمكن لك تجيب في الفريز، تفاح، اي حاجه. وشويه عسل، انا عندي هنا السيرو، العسل ما عنديش تقاضت لي السيرو بحال العسل هذا. المهم لي كالوري اللي فيه بحال العسل. هادشي اللي غنحتاجو الخوت. دابا غنبداو الخدمه، غنخلطو هادشي وغتشوفو كيفاش غنديرو ان شاء الله. اول حاجه غنديروها الخوت هو نكبو دانون ديالنا باش ما نفلتوش شي حاجه منها. نكبوها على الرز من الفوق الطريقة هذه، ما تخليو حتى حاجه فيه، نقيوها مزيان. طاديو حرام الخوت، هايدا مزيان. المهم عندي هنا جوج ديال الدانونيت، ديك الساعه نحسبو شحال ديال كاين ديال لي كالوري. نقول لكم اللي بغا لاماص الخوت ضروري خصو يدخل بزاف ديال لي كالوري في النهار لا بغا يوصل لاماص لي بغا، ولكن يدخلها من ماكلة صحية. خلينا من ديك فريت و همبرغر و داكشي، داكشي هادي لك غا دهون، فوقاش تمشي تنشف ما تقدرش تنشف، خصك بزاف ديال الوقت. المهم الخوت، كبو الزبيب ديالنا عليها، 100 غرام ديال الزبيب. كما كتعرفو الزبيب كارب سريع، غني بالكارب، بزاف ديال لي كالوري، بزاف بزاف بزاف. نديرو عليه القرقع ديالنا، نرسوه هيدا بيدينا بالطريقة هادي، طريقة فلاحية. هيدا الخوت، نخليو حتى حاجة. نديرو ديك 30 غرام ديال الشيا ياك، ومن بعد نخلطو هادشي كامل الخوت. بعدا نخليو حتى لاخر، نخلطو مزيان حتى يتخلط ديك دانون وداك الشي كامل مع الروز ومع دانون ومع الشيا. الدانون ديال الاناناس الخوت كيجي مع القرفة والبنان والروز، المهم على حسب المذاق ديالكم. انا اختاريت هذا، كيعجبني اناناس انا بزاف. المهم الخوت هو تخلط مزيان ياك.
دابا غنشدو البنان ديالنا غنقطعوه ندور فوق الرز عليه بحال الطريقة ديال الشوفان، فهمتي؟ اللي ما عندوش الرز يدير الشوفان، حتى هو راه فيه الكرب غني بالكرب، لكن هذا قبل النوم الرز بسمتي دغيا كيتهضم بالطريقه هذه. ومن بعد الخوت القرفه الطحونه بحال اللي قلت لكم من الفوق، انا كتعجبني المذاق ديال القرفه بزاف. المهم راه القرفه موجوده في جميع الديور المغربيه، ومن بعد نديرو عليها العسل ديالنا، اي معلقه كبيره ديال العسل. هنا الخوت الوجبه ديالنا موجوده، هذه هي الوجبه ديالنا. خصكم تجربوها والله، بصحة وراحة، نتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله.